أهلا بكم، هذه نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة سما الفضائية، والبداية دائما بالعناوين. لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين، انطلاق أعمال الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك في دمشق. رسائل نار الروسية في عفرين وعزاز، والنصرة لاعب جديد في ريف حلب الشمالي على حساب مرتزقة أردوغان. ألف متر مكعب في اليوم، هذا رقم ما نو قليل. وفي ريف دمشق المهندس عرنوس يدشن محطة ضخ جوبر بعد تأهيلها وتجهيزها ب24 بئرا. أهلا بكم من جديد. انطلقت في قصر المؤتمرات بدمشق أعمال الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، ويتضمن اليوم الأول من الاجتماع لقاءات للجانبين السوري والروسي في مجالات الصحة والتعليم، إضافة إلى فعاليات ونشاطات تقام في عدد من المحافظات يتخللها توزيع مساعدات ومعدات روسية لبعض المؤسسات في سوريا. ويعقد الاجتماع على مدار 4 أيام تتخلله جلسة مشتركة للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية والروسية بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى. وكانت اللجنتان عقدتا اجتماعهما الرابع لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في حزيران الماضي. حابين انه يتعاونوا مع المعهد العالي، كونوا تعرفوا على مستوى الخريجين تبع المعهد العالي، مستوى الدراسي فيه، كونوا في كثير من خريجينا عم يدرسوا عندهم يتابعوا دراساتهم العليا، فهن كثير متحمسين ليتعاونوا معنا بهذا الاطار ويساعدونا بانه ننقل هذا التقاني او هاي المعرفه. сегодня когда تكون الجمهورية العربية السورية والاتحاد الروسي يدافعان عن ويبنيان أمانهما أو الأمن الخاص بهما، لابد لنا من أن نقوم بوضع خطة لتطوير البلدان تسمح بتأمين الأمان التكنولوجي للبلدين. تم الحديث عن آليات التعاون اللي رح يتم العمل عليه، اتفاقيات ممكن يتم دراستها لتوقيعها مع الجانب الروسي. طبعا صار في تبادل لحالات عمليه بين الجانبين بقصد اعطاء خبره للطرف الثاني. نتطلع للتعاون البناء والمشترك في مجالات عده، من اهمها ربما مجال ايضا التعليم العالي والبحث العلمي. توصلنا اليوم إلى حل عدد من المسائل العالقة، نتمنى أن تتم أيضا توقيع اتفاقيات جديدة للتعاون في مشروع لمذكرة تفاهم بين جامعة القرم الاتحادية وجامعة دمشق في نقاش أكثر يتطلب الأمر المزيد من النقاش من أجل هذه المذكرة. وهناك أيضا كان حديث عن المنح الدراسية والتبادل الطلابي. نحن ضمن مباحثاتنا درسنا المواضيع الرئيسية اللي بتتعلق بالتعاون مع الجانب السوري بمواضيع الطاقة، خاصة بما يخص مشاركة الشركات الروسية باستخراج النفط والغاز من المواضع النفطية والغازية السورية، وموضوع وضع مخطط عام لإعادة تأهيل المنظومة الطاقية والكهربائية السورية، كذلك موضوع مساهمة الشركات الروسية بمشاريع الطاقات المتجددة باستطاعات متوسطة. الجديد هو موضوع في عنا شركتين روسيات تقدموا بمنتجاتهم اللي هي في مجال الكنترولينج والتحكم لمحطات التحويل، وفي شركة في عندها منتجات في الطاقات المتجددة ومشاريع الطاقات المتجددة. زودنا نحن الجانب الروسي بما توصلنا إليه في الطاقات المتجددة في سوريا.
وفي دمشق أيضا بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون آخر التطورات المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الوضع في سوريا. وقدم المبعوث الخاص عرضا حول حيثية الزيارات التي قام بها مؤخرا إلى عدد من الدول واللقاءات التي أجراها مع المسؤولين في هذه الدول والجهود المبذولة لاستئناف عمل لجنة مناقشة الدستور. وأكد الوزير المقداد على استمرار الاحتلال الأمريكي والتركي للأراضي السورية، إضافة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية ينتهك سيادة سوريا ويخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويهدد السلم والأمن في المنطقة، مطالبا الأمم المتحدة بأن تطلع بدورها في هذا الصدد وفقا لميثاقها. أفادت مراسلة قناة سما في محافظة حمص باستشهاد رئيس مجلس مدينة تلبيسة بريف المحافظة أحمد حمد رحال بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من الجيش العربي السوري وقوات روسية قضت بعملية خاصة مشتركة على 20 إرهابيا من تنظيم داعش بريف درعا. وذكر نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميمين باللاذقية اللواء أوليغ إيغوروف أن الجيش السوري نفذ بدعم من سلاح الطيران الروسي عملية خاصة في محافظة درعا جنوب البلاد أسفرت عن مقتل 20 إرهابيا من تنظيم داعش. من جانب ثان، أعلن نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في سوريا اللواء أوليغ إيغوروف أن القوات الجوية الروسية استهدفت بعدة غارات معسكرا لتدريب الإرهابيين بريف حلب الشمالي الغربي ما أسفر عن مقتل وإصابة حوالي 100 إرهابية. ونقلت وكالة تاس عن إيغوروف قوله إن الاشتباكات بين المسلحين في منطقتي عفرين وعزاز تستمر على خلفية إعادة توزيع النفوذ في المناطق الشمالية الغربية من سوريا، ومن أجل التصدي للتنظيمات الإرهابية قامت القوات الجوية الروسية بشن غارات جوية على معسكر تدريب للإرهابيين ومركز قيادة لهم في محيط بلدتي قطمة وعزاز بريف حلب. وأوضح إيغوروف أن الغارات أسفرت عن تدمير مركز القيادة ومخازن الأسلحة والذخائر والعتاد ومقر المعسكر بالكامل، بما في ذلك 15 عربة تحمل رشاشات ثقيلة ومنصات إطلاق صواريخ. وبينما قضى الجيش العربي السوري على العديد من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في البادية الشرقية، واصل الرد على خروقات الإرهابيين لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد شمال غربي البلاد. وبين مصدر ميداني غير رسمي أن الجيش استهدف بالمدفعية الثقيلة مواقع لتنظيم جبهة النصر الإرهابي وحلفائه في منطقة خفض التصعيد، وتحديدا في الفطيرة وكنصفرة وبنين في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي وفي معارة النعسان بريف إدلب الشمالي الشرقي. وأوضح المصدر أن ضربات الجيش المدفعية كانت ردا على خرق مجموعات إرهابية مما تسمى غرفة عمليات الفتح المبين التي يقودها تنظيم النصرة لاتفاق وقف إطلاق النار واعتدائها بقذائف صاروخية على نقاط عسكرية للجيش بريف إدلب الشرقية. تحدثت مصادر أهلية عن تعرض حقل العمر النفطي الواقع شرقي دير الزور والذي تتخذ قوات الاحتلال الأمريكي منه قاعدة عسكرية غير شرعية لقصف صاروخي مجهول المصدر. ونقلت المصادر أن حقل العمر تعرض لقرابة 6 ضربات صاروخية استهدفت أماكن متفرقة داخل الحقل، مشيرة إلى أن الاستهداف الصاروخي الذي تعرض له الحقل تبعه تحليق للطيران المروحي التابع لما يسمى التحالف الدولي المزعوم لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي والذي تقوده قوات الاحتلال الأمريكي. وبينت أن الطيران المروحي واصل عقب استهداف الحقل تحليقه على ارتفاع شاهق في المنطقة بعد خروجه من داخل قاعدة حقل العمر.
تتجه الأنظار إلى نيات وتحركات تنظيم النصرة على الأرض، إن لجهة تقليص نفوذه عسكريا في عفرين وفق ما أظهر استعراضه بحسب رتل من إرهابيه منها إلى إدلب، أو لجهة توسيع نفوذه باتجاه عزاز مركز الثقل الأهم لنظام أردوغان ومرتزقته الإرهابيين الذين يسميهم الجيش الوطني. فلتان أمني يخيم على الشمال السوري الذي يسيطر عليه مسلحون من مشارب مختلفة، فالمعارك الطاحنة بين الفصائل الإرهابية لم تضع أوزارها بعد، وسط تخييم الصمت التركي عما يجري من تناحر بين فصائل تتبع لأنقرة نفسها. قتال بذرائع متعددة، داخلية منها تهدف إلى السيطرة على موارد تلك المناطق ومصادر الثروات والتمويل فيها، لكنها موصولة حتماً بأسباب خارجية تدور في محور تنفيذ أجندات تركية أمريكية، الأمر الذي يفسر رضا أنقرة عما يجري على الأرض بين ميليشياتها وإقحامها ما يسمى هيئة تحرير الشام الإرهابية على خط الصراعات والمواجهات. هدوء أحاذر ساد مدينة عفرين بعد تثبيت ما تسمى هيئة تحرير الشام سيطرتها على المدينة، لتتوارد الأنباء عن سحب قسم من إرهابي النصرة إلى إدلب وتسليم حواجزه في المدينة إلى ميليشيات حركة أحرار الشام المتحالفة معه، في وقت عاد التوتر إلى مدينة الباب شمال شرق المحافظة بعودة الاشتباكات العنيفة بين الحمزة والشامية في أطراف مدينة الباب وبلدة بزاعة، في مسعى من الأولى للسيطرة على المدينة والبلدة وطرد الفيلق الثالث منها، حيث أصيب 4 مدنيين بجروح جراء الرصاص والقذائف العشوائية، لتنزل رسائل النار فوق رؤوسهم بعد دخول الطيران الحربي الروسي على خط تحذير أنقرة من نتائج مخططاتها باجتياح عفرين ومحاولة توسيع رقعة نفوذ تنظيم النصرة. 6 غارات روسية استهدفت محيط بلدة كفر جنة والمنطقة الواقعة بين بلدتي قطمة وبافليون، أدت لمقتل 6 إرهابيين وجرح أكثر من 10 آخرين من مسلحي صقور الشمال، إضافة لجرح 10 من الإرهابيين لدى استهداف محيط قطمة. ترتيبات جديدة وخرائط للسيطرة تعمل أنقرة على رسمها من جديد في المناطق شمال سوريا باستخدام ما يسمى هيئة تحرير الشام الإرهابية أو جبهة النصرة، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، لكنها خطة تصفية للتخلص من أعباء مرتزقتها في ظل محاولاتها الواضحة لتعديل موقفها من الدولة السورية بغية الوصول إلى حل سياسي. وفي سبيل ذلك تمضي في مخطط تصفية هذه الفصائل مستهترة بحياة المدنيين الذين يعانون انعكاسات هذا الاقتتال من ترهيب واستهداف وتهجير. وصلت اللجان المعنية استقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم في مركز التسوية بمحطة القطار بمدينة حماة وفق بنود الاتفاقات التي وضعتها الدولة، وتشمل المدنيين المطلوبين والفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية. وذكر مراسل سما في حماة أن المركز استقبل العشرات من الراغبين بتسوية أوضاعهم، بعضهم من المناطق الريفية البعيدة عن مدينة حماة، وذلك تمهيدا لعودتهم إلى حياتهم الطبيعية في مجتمعهم وبين رفاقهم في وحدات الجيش العربي السوري للمتخلفين أو الفارين منهم. كان في تسهيلات بالأمور كتير ويعطيهم ألف عافية الشباب، كلياتهم كانوا متعاونين معنا. يعني بوجه رسالة للجميع الفارين جوا البلد أو برا البلد يرجعوا لحضن الوطن، لأنه أنا كنت ضايع وحسيت حالي إني هلا رجعت على البلد، حسيت حالي رجعت عند أمي. الجيش هذا عم بيحمي الوطن ولازم نساعد كلياتنا. والله من غادينا مزعوجين، لما وصلنا لأول نقطة للجيش السوري انبسطنا واحترمونا وأهلا وسهلا وعلى ما يرام، لكن بوجه لهم عودوا على دياركم وعلى وطنكم وعلى أهلكم. تسوي كيسي. الحمد لله رب العالمين، الاستقبال كان كويس كثير، كل اللي شت على اي شيء جاي متسويل يرجع لحضن الوطن.
تميل درجات الحرارة للارتفاع في المناطق الشرقية وتبقى أعلى من معدلاتها بنحو درجتين إلى 4 درجات مئوية في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كلها. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية من المطر مصحوبة بالرعد أحيانا في المنطقة الساحلية مع أجواء مغبرة في المناطق الشرقية والبادية. ويكون الجو مائلا للبرودة ليلا وخاصة على المناطق الجبلية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية صباحا في المناطق الوسطى والغربية. وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية في أغلب المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة في المناطق الشرقية والبادية تثير الغبار في تلك المناطق، وتتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية على المناطق الساحلية والغربية والبحر خفيف ارتفاع الموجة. ذكرت مراسلة قناة سما في ريف دمشق أن رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس دشن محطة ضخ جوبر بعد تأهيلها وتجهيزها ب24 بئرا. وأفادت المراسلة أن تدشين المحطة يسهم في تحسين الواقع المائي ببلدات وقرى الغوطة الشرقية وبعض مناطق جنوب دمشق. تعود محطة ضخ جوبر للخدمة من جديد بعد خروجها عن العمل لسنوات بسبب العصابات الإرهابية، حيث دشنت رسميا من قبل رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس الذي اطلع على كامل المشروع وأعمال الصيانة والتأهيل التي أنجزت وأهميته في تعزيز المصادر المائية المغذية لدمشق وريفها واستدامتها على المدى البعيد. من أهم المشاريع اللي تمت في دمشق بموضوع تأهيل المياه، لأنه حقيقة 22 ألف متر مكعب في اليوم هذا رقم ما نقليل وبيغطي احتياج كبير لأهلنا في دمشق وريف دمشق. محطة ضخ جوبر تمت إعادة تأهيلها على مراحل من قبل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها بالتعاون مع المنظمات الدولية، حيث تبلغ غزارة الضخ بالمحطة 22 ألف متر مكعب وتم إنجاز 24 بئرا مجهزة بالكامل بالإضافة لتأمين خط كهربائي للمحطة معفى من التقنين. محطة ضخ جوبر هي أهم محطات مدينة دمشق وريف دمشق، بتغذي شرق مدينة دمشق ما بين ابن عساكر والزبلطاني والبيلعة وكشكول وكباس، بإضافة إلى قرى الغوطة الشرقية اللي هن بتبلش من عين ترمى وتنتهي بدوما. تعتبر محطة ضخ جوبر واحدة من أهم مشاريع الإرواء للغوطة الشرقية، وأن استئناف الضخ بالمحطة سيحل مشكلة المياه ويغذي جزءا من مناطق دمشق بالإضافة لمدن وبلدات وقرى الغوطة الشرقية بمياه نظيفة صالحة للشرب. مشروع استعد للالتحاق بالمدرسة الذي أطلقته وزارة التربية لتدريب مربيات الأطفال بشكل عملي على أسس ومبادئ تنظيم بيئة التعليم، يعد تجربة ناجحة في التعليم ويخفف على المواطنين أعباء تكاليف رياض الأطفال لأنه يقدم خدماته مجانا للأطفال. تخفيفا من الأعباء المادية على الأهالي ونهوضا بواقع رياض الأطفال، تم تبني مشروع استعدوا للالتحاق في المدرسة في العام 2017، والذي يقضي بافتتاح شعب صفية تحضيرية في مدارس الحلقة الأولى من التعليم الأساسي لاستقبال أطفال 5 سنوات، تماشيا مع خطة الحكومة المستقبلية بتضمين شعب 5 سنوات في السلم التعليمي في مدارس الجمهورية العربية السورية. مشروع استعد للمدرسة أثبت جدارته على ساحة المدارس الجمهورية العربية السورية بعدد الشعب المفتتحة كل عام، حيث أصبح في مدينة السويداء محافظة السويداء هناك 130 شعبة صفية لعمر 5 سنوات. نعمل في هذه الصفوف على تهيئة الطفل جسديا وعقليا ونفسيا ليصبح قادر على تلقي المعلومات في المرحلة القادمة مع مراعاة الفروق الفردية لكل طفل من الأطفال. لدينا بدعم كثير كبير من
المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية ومنظمة اليونيسف اللي قدرت توصل لنا كثير من الوسائل التعليمية لنوصل الخبرات والأنشطة لكل طفل من الأطفال. أنا كثير مبسوطة بهاي الفكرة اللي انطرحت السنة على بالمدرسة رياض الأطفال، لأنه كثير هيئة الطفل لأنه يتعامل مع المدارس، يعني أنه يفوت على المدرسة مش خايف. تحظى هذه الشعب الصفية منذ افتتاحها بدعم المجتمع الأهلي في السويداء وثقته، لا سيما أن التسجيل فيها مجاني، يهيأ من خلالها طفل الخمس سنوات نفسيا وجسديا لاستقبال مرحلة التعليم الأساسي، استنادا على مناهج موضوعة لهذه الفئة العمرية بعناية من قبل وزارة التربية وبأسلوب حديث يعتمد إيصال الخبرات للطفل من خلال اللعب والعمل الجماعي وتنفيذ الأنشطة بطرق محببة تراعي المرحلة النمائية والفروقات الفردية لكل طفل. الروضات الخاصة صارت كثير مكلفة بهالوضع اللي نحن فيه، لهيك تفتتحوا هاي الروضة هون وكثير مجانية وابني كثير متغير. بنتي مانيلا كثير مبسوطة بالروضة، يعني من تاريخ دخولها للروضة في فرق كثير كبير. الطفل بالتحضير هون التعليم مجاني والحمد لله المربيات عم يبنوا له شخصيته. لا شك أن هذه الصفوف التحضيرية تحتاج دعما ماديا أكبر لتوفير المزيد من وسائل الترفيه للأطفال وتخصيص مساحات مكانية مناسبة في المدرسة المدرج ضمنها هذا الصف، تضمن للطفل الأمان والسعادة أثناء اللعب خارج القاعات الصفية. من السويداء أمل الشمري لقناة سما الفضائية. أطلق الاتحاد الوطني لطلبة سوريا مبادرة فكر لسوريا انطلاقا من مسؤولياته تجاه تفعيل دور الشباب السوري في الاهتمام بالشأن العام وبناء المجتمع، وتركز الجلسات على الحوار وأثره على مسار التنوع وتعزيز المواطنة والمشاركة الشبابية ودور الشباب في التنمية المحلية وفرص توليد الدخل غير التقليدية، إضافة إلى تفعيل الدور الثقافي للتغيير وبناء الفرد والمجتمع ورؤية الشباب لتطوير منظومة التعليم العالي. يشارك بالورشات إضافة للطلبة في مراحلها المختلفة عدد كبير من المختصين والأكاديميين وفعاليات اقتصادية ومجتمعية مختلفة على أن تجمع المقترحات في نهاية كل مرحلة في بنك للمعلومات أفكار للمراحل اللاحقة لتوضع لاحقا في أيدي الجهات المختصة بالتنفيذ. الغاية الأساسية من المبادرة هو فتح حوار الأفكار بين السوريين لحتى نحن نتناقش بهي الأفكار ونطورها ونفعلها، لحتى نحن طبعا كلياتنا كسوريين بنتشارك بهي الأفكار وبنبني على أفكار وآراء بعض ونكون كلياتنا مسؤولين كيف بدنا نحل مشاكلنا اللي هي عم بتواجهنا وكيف بدنا نفكر سوا لحتى نحن نلاقي حلول ونلاقي ونحط آليات طبعا ونرسم سياسات واستراتيجيات للمرحلة المقبلة ولحل المشاكل اللي نحن عم نواجهها كسوريين. هي المساحة هي فرصة لحتى يكون للشباب دور على الأقل النقاش بالسياسات العامة وصولا لمرحلة التأثير فيها وبعدين المشاركة في صناعتها، فهون تكمن أهمية هاي المبادرة. المبادرة كتير رائعة أنه أنت تنزل للقواعد الطلابية اللي هنا بالدراسات العليا وبالكليات وتقعد معهم وتشوف المشاكل اللي عم تمنع أنه هن يقدروا يتواصلوا مع الإدارة من جهة يتواصلوا مع بعض، إقامة مشروع شبابي جديد لإعادة الدفع بالمجتمع لمكان أفضل. أقيم في العتبة الزينبية المقدسة حفل إزاحة الستار عن تاج شباك ضريح السيدة زينب عليها السلام في ريف دمشق، والذي تبرعت به العتبة العباسية المقدسة في العراق وقامت بتصنيعه في قسم صناعة شبابيك الأضرحة المطهرة التابع لها. هنا في منطقة السيدة زينب وعلى بعد عدة كيلومترات من العاصمة دمشق يقع مقام السيدة زينب عليها السلام، حيث تم تركيب شباك جديد للمقام مصنع من الخشب والستانلستيل مرصع بالذهب والفضة والنحاس. هذا الشباك صنع في العراق ونقل إلى سوريا ليركب في المقام الشريف، وبمناسبة المولد النبوي الشريف وبحضور وزير الأوقاف الدكتور عبد الستار السيد ومحافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدة والسفير الإيراني مهدي سبحاني
تم إزاحة الستار عنه. افتتاح الشباك الجديد الذي قدم من العتبة العباسية في العراق الشقيق بحضور محافظ العراق وبعض الأخوة المسؤولين في العراق. طبعا هذا المظهر الذي شاهدناه اليوم هو مظهر حقيقة بهذه البلاد التي تدعو دائما إلى توحيد الكلمة وتوحيد الصف ووحدة الجهود ومنع أي ممارسات تؤدي إلى انشقاق أو إلى ضعف التنسيق بين الأخوة والأشقاء جميعا في العراق وسوريا وخط المقاومة جميعا. كان احتفال رائع، ونشكر العتبة العباسية على جهودها في هذا القفص الشريف للسيدة زينب، ونشكر المتبرع الكريم الذي قام بعمل رائع بتقديم هذه الهدية الرائعة. يبلغ وزن الشباك 7.5 طن، ويبلغ ارتفاعه 4.5 متر، والعرض 3.22 متر. تم إنجازه من قبل ملاكات العتبة العباسية المقدسة في العراق، وتركيبه في المقام الشريف مقام السيدة زينب الذي يعد قبلة السياحة الدينية في سوريا، ويستقطب مئات الآلاف من الزوار سنوياً، مما يعكس انتعاشاً سياحياً واقتصادياً وتجارياً في المنطقة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا. إلى اللقاء.